خلينا نروح نشوف بقى دلوقتي جزء من لقاء موسيماني بعد تحقيق الفوز ونرجع نكمل. We are happy but we still have a lot of work to do. There's few things that needs to improve. احنا سعداء بس احنا بس في حاجات لسه عايزين نطور فيها، في حاجات لسه المفروض نغير فيها ونحسن فيها، عندنا شغل كتير نعمله. But of course it is promising. بس طبعا حاجه يعني تبعث الامل. I'm only 9 months. بقيت 9 شهور بس يعني. With time they will get my philosophy. مع الوقت هطبق فلسفتي اكتر في اللعب. And the way I perfectly want it to go. And it will go that way. But they understand, they already understand, especially in the passing game and the movements. وهيطبق طريقه اللعب اللي عايز يعملها، بس دلوقتي بدات تمشي كويس، بيبقى في دلوقتي التحركات والتمريرات بيعملوها بالشكل اللي هو عايزه. And patience on the ball. والصبر على الكوره، اللي يتقل على كورته ما بيلعبش على طول. When I arrived there we were kicking the ball far forward all the time. على طول كان بيلعب كوره طويله، اول ما جه كان بيلعب كوره على طول لقدام طويل، بيلعب طويل. And putting the ball into competition. بيحطه في حته الزحمه في وسط المنافسه. But now we understand that the ball is a precious thing that we need to keep. ولكن عارف ان كره القدم دي حاجه قيمه المفروض نحافظ عليها، حاجه غاليه المفروض نحافظ عليها. And keep it to ourselves. نحافظ عليها يعني نحتفظ بيها لنفسنا، نمررها بالتعليم. And a little bit of patience. طبعا نصبر يعني طبعا محتاجين صبر عشان نغير. And the goals will come. والاهداف هيتحقق ان شاء الله. Getting the goals now is good. بنسجل جوان كمان فده كويس. السر من النجاح على ما اعتقد اسرار النادي الاهلي هي اوضه اللبس. انكار الذات والتضحيات الكبيره اللي بيقوم بيها اللاعبين والقياده الحكيمه قبل المباراه وفي خلال ال 90 دقيقه من بيتسو موسيماني. Yeah, but you can't play football and hope to win without important principles. And for the team to play very nice or very good, we need to have our own principles of attack, and we need to have our own principles of defense. But most important is the chemistry in the team, the understanding, selflessness. Not I'm important than the other one, and passing of the ball. بيقول لك واهم حاجه طبعا عشان اي فرقه تنجح لازم يكون في فلسفه تنجح فلسفتك الخاصه او مبادئك الخاصه في اللعب، سواء مبادئ هجوم او مبادئ دفاع، بس اهم حاجه انكار الذات وازاي تعمل كل واحد يفكر كل واحد يلعب للفريق ما يلعبش لنفسه. But I've got support. I've got support from the technical team. لكن انا عندي دعم، في دعم ومسانده من الجهاز الفني. I've got the support of the senior players. من اللعيبه الكبار برضو بتساعدني. Like اشرف سعد الشناوي سولايا they and Malul they keep the team together. بيحافظوا على الفرقه بيمسكوا بيكونوا الفرقه كلها مع بعض. And that's those are the people who keep and Walid Suleiman. Those are the people who keep the dressing room a little bit quiet. دول بيهدوا اوضه اللبس شويه، ايقاع اوضه اللبس شويه. Because you must remember we've got a lot of players who are under 23s for the Olympic Games and we need to keep them a little bit calm. في لعيبه هتغيب مننا عشان منتخب اولمبي 23 سنه هيروح يلعبوا عايزين نهدي. And they must understand that the team come first. وطبعا اهم حاجه لازم يفهموا ان الفرقه قبل اي حد. And then individuals after. بعد كده كل واحد يفكر في نفسه بعد كده. But my job is to guide the team, to guide it. هو يقودهم يوجههم. Give the plan. يحط خطه الشغل. And the players play, they make us look good. I'm not playing. واللعيبه بتلعب وتخلي شكلنا كويس، هو ما بيلعبش، اللعيبه هي بتنفذ فكره وبتلعب.